أبو النعمان اللي هو اتصل فيي ليخبرني أنه عنده اللبنانيين وهو مجموعة من ثلاثة، كان عم يفاوضني حول اللبنانيين، وأكدت له أنه أنا ما بقدر أعمل لك سلاح، بعمل لك مال، بعمل لك مساعدات، بس سلاح ما بقدر أعمل لك، بقدر اتصل بجماعة الجيش الحر اللي عم يساعدونا. فصمم أنه بده سلاح. طبعا بشريط أنا بقول له، بيقول لي أنه مثل العادة ومن السذاجة ومن غباء وشدة غباء، أنه لما أصقصوا الشرطان حطوا بزكى وصلي كاملة مبين فيها أنا عم بسأل أو عم يجيني طلبية سلاح، لكن نسيوا شغلات بسيطة، أنه بيقول لي يا أستاذ عقاب صقر. طب شو هذا اللي بسلمه سلاح وبيقول لي يا أستاذ عقاب صقر؟ ما بعلمي قالوا أنه أنا اسمي أبو صقر ومعروف تاجر سلاح عظيم. بعد شوي بيقول له أنا كيف بتسلم ووين وبأي طريقة؟ شوي بيقول لي مثل العادة، طب كيف هل أنت تاجر العظيم أنا اللي بسأل بأي طريقة ووين وكيف بدي سلمك؟ مع أساس أنا بسلم بوزع عشر الأوسط، لكن التسجيل الحقيقي اللي قبل ما يقصوه اللي فكروا ما عندنا النسخة عنه، لأنه من غباء لما سرقت النسخة الأصلية والنسخة الاحتياطية واحد، لازم يفهموا أنه في نسخة احتياطية اثنان، ولكن الغبا والحقد ونية الاغتيال المبيتة جرفتهم وخلتهم يعتقدوا إذا قصوا شريط وأنا ما معي بديل عن الشريط، تثبت هذه التهمة المفبركة من إعلام محور المخادعة. نعم أهلا. هل أستاذ عقاب صقر؟ نعم تفضل حبيب. أهلا بالأستاذ، والله طبعي كوين خارجية تاني عليك، كنت كنت أشوفك معك معا الحمد لله وكنا لك يا أهلا. يعني خبرونا الشباب وقالوا وحكولي فيك بالميح وخبرونا ويلا بلكي التأخير فيها خير إن شاء الله. خلاص يا أخي نحن نمشي ونعتمد هذه القناة ونتكل على الله وإن شاء الله بدنا نحلها وبأقرب وقت. طيب إن شاء الله بنوفر عليك علينا، يعني أنت بتعرف إنه ضروري ما عندنا طلب غير موضوع الحديث، وإن سمعتك إنه نحن بدنا حديث من الأخير. حديث ما فهمت، حديث شو حديث؟ يعني شو بدنا حديث؟ صحيح يا أستاذ عقاب، ولو حديث أنا ما في حد بيتطلب هذا شو الحديث؟ حديث يعني حشوات ذخيرة ناعمة، طلقات روتي ناسو شوية نوعي، هذا كله اسمه حديد ولا؟ لا 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 حمست أنا، لا ما فهمت المصطلح. طيب يعني يعني اللي شو بدي أقول لك، أنا بدي حل هذا الموضوع وأنا قلبا وقالبا مع الثورة، ونحن يعني قلبنا على الثورة أتكن وأكثر، ما بدي أقول أكثر يعني، بس أتكن بس يا حبيبي وأنت بس، يعني أنا بقصة سلاح يعني ما عندي إمكانية، ما بدي أعطيك بشيء فوق طاقتي، بحكيك باللي بقدر أعمله. أنا اللي بقدر أعمله يعني بقدر أتعاون معك بكل الإمكانيات اللي بنخلينا نحل هاي القضية اللي بتخدمكم وبتخدمنا وبتخدم منع الفتنة، لأنه هاي في وراها فتنة كتير كبيرة عم تنعمل وما بدنا إياها، لا نحن بدنا الفتنة ولا أنتم بتكون الفتنة. ما عم نطلب شيء، يعني لك شوية الطاعة بس نعرف نقاوم ابن هالكلب هذا اللي خرب ديارنا ونخلص منه، هذا اللي عم نطلبه. لكن نحن لا طلابي مصاري ولا بدنا لا مناصب ولا بسيط، بس بدنا شوية الداعي لحتى نخلص من ابن هالكلب. يعني ما تقنعني هلا، يعني عقاب فقط ضروب الله وعلاقات دولية وشيخ سعد وقطر والسعودية وراكم أمريكا، لما كنا قادرين توصلنا كم قطاع يدافع فيها الحمد يا حبيبي. يا حبيبي انا بقدر اعمل لك مصاري، بقدر اعمل لك مساعدات انسانيه، بقدر اعمل لك مواد طبيه، بقدر اعمل لك يا خي اعمار اللي بدك اياه، بس انه سلاح ما فيه، وانه اذا انت بدك ترجع تقول لي السعوديه وامريكا والشيخ سعد الحريري واسرائيل وامبرياليه وقطر. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. استاذ عقاب تفضل، نحن جماعه مزنوقين كثير ومحاصرين، ويعني يعني ما في يوم يومين بتسقط المنطقة عنا، يعني قصف طيران مدفعية فوزيكا، يعني ما في محور من المحاور إلا وعم يطلبونا منه، فرجاء تساعدونا بدنا سلاح. تفضل اللي سلاح اللي بدك إياه شو؟ يعني تحديدا شو؟ يعني حاليا بدنا شي 30 حشوة ار بي جي وشي 20 قازف، يعني وإذا ممكن توفير 250 ألف طلقة روسي و 300 طلقة عودة على شوية نوعية إذا في مجال. كله لأي منطقة بدك اياهم تحديدا؟ تعزاز وتر رفعت تقدر تقول وعلى دان ريف حلب يعني بالكامل، وانت عارف شو عم بصير عندنا، يعني فدبرونا بأي طريقة من الطرق، يعني الله يخليك، يعني ما بعرف شو بدي لك، يعني ما في بعد الله إلا غير قوم. انت حتكون يعني على التسليم مباشرة؟ لا لا اخوي، بكون ابو النور مع الشباب والسيارات مثل العادة بيستلمونا في مصر. شباب
السيارات مثل العادة بيستلموا لك بأصل. طيب عال بيستلموا مثل العادة بس إنه يعني التسليم بده يصير بس عفوا ما فهمت عم تقلي بس بقدر أشرح أنا شغلي إنه عم تقلي صار لك ساعة إنه مثل العادة وبأصمة وبسلمك يعني كأنه أنا بسلمك يعني كل ثلاثين تقلي مثل العادة ما بفهم هيدي القصة وابو النور وبيجي واحد كمان ابو براء وابو النور وابو مدري شو يعني انا لا عارف هيدي وين لا اطرم باطمن بشي بعرف رسمي ولا عم بعرف شو عم تحكي ولا تفضل الله تفضل هلا عم بقول لك انا اطمن شو اطرم اطرمتين وثلاثه وبيلي كمان شوي شفته انا لك ما سمعت اطرم اطرم ما بعرف انا كمان انت ملك التوابع والتاريخ هلا اطلع من هالبواب الله يسترها طبعا مرقوا على التلفزيونات التلفزيون الدمية جريدة الإخبار تلفزيون الدمى السوري وتلفزيون الليموني المسمى OTV الليموني المعصورة ومهترية صارت اليوم تصور لازم يحطوا مساحات بعد اليوم على التلفزيون وجريدة الإخبار لازم تصدر نسخة نايلون مش ورق لأنه الناس بدها تمارس ما يجب أن تمارسوا على هذا النوع من الصحافة الهابطة الدنيئة المزورة اللي قلت بالمقابل أنكم مزورون وستقعوا يا أغبياء ووقعتم قليل قلت لكم رح توقعوا ورح ذكركم وذكرتكم اليوم اشتريت سلاح مرقتهم لا بلطف الله واحد ولا بلطف الله اثنين ولا رحت على الأرض السورية فتحت جبهة وزودتهم بالرجال وبالإعلام لا وقتها حولوني على المحكمة بين عنا اليوم صقر من الصقور يفتخر بأنه يشتري السلاح ويوزعه بسوريا ويفتخر أنه عم بيقدم كل المساعدات وهو وزملائه بجبهة 14 أدار أنا بعتقد أنه الحكومة اللبنانية والمجلس النواب اللبناني عليهم مسؤوليات كبيرة أنا كعضو بمجلس النواب ما بقدر أتحمل التدخل هيدا إذا اللبنانية هالمعارضة البلوطة وينية بدي أقول لشخص كان من محركي ومدبري وناشري هذه الفضيحة ومن الذين مولوا هذه الفضيحة غريب أمرك كم أنت صغير ولكنك كبير الكذابين وكبير الشبيحة وشيخهم ما بيحسوا لا بيقشعوا ما حدا نسى أعمالهم نحن سمحنا كتير معهم بس مش لدرجة على أنه يغطسونا ويغطسوا لبنان بحرب إقليمية مثل هيدي وبعدين شو هالفوجرة شو عم يعملوا أعمال خيرية هونيك السلام عليكم أهلا حبيبي وعليكم السلام كيفك إيه طمني عنك وعنكم كيفك كيف الصحة الله يخليك وسلمان شو الأخبار عندك؟ نحن موجودين بالغرفة أنا والأستاذ عقاب والشباب كلهم هون طمني كيف الوضع عندك؟ منيح يا عقاب جنبك لأنه نحن حالة بالبيوت يعني الحاجة كثير ملحة كثير كثير كل مصور الشبكات قوية والقصف مشدد علينا كثير المطلوب نزيد الكميات يعني الكميات ما أنا كافية؟ لا نزيد الكميات طيب هي شو رأيك نزيد الكميات ولا شو؟ لا بنزيد الكميات انا ابو رشاد انا اجاني كثير تقارير كمان من جوا من عدد من الشباب عم يقولوا نفس الشيء انه تحديدا بهال منطقتين الوضع بده يزيد خلص انا هلا حوجه الشباب خلص هي هلا حوجه الشباب بزياده الكميات باكبر على قدر ممكن لانه عارف انه وضعكم هلا فورا رح ننزلكم على الجداول هلا فورا الشباب رح يزيدوكم على الجداول يلا ولا يهمك لا اعتبر وصلكم على فكره يعني الكل هون عم يدعوكم الشرحه والمسلمين والبنات خاصه اخر لجنه تحقيق الصور كثير اقفل الروح اختار عن الموت من الموضوع يعني اخر شو؟ عم تحكي عن الدفعه بعثوا لنا على حي الاطفال كثير اقفل الروح عنا هون بعد يعني الشغله ما راح لهلا ما راح يصير شيء بعد ابدا ابو رشاد حبيبي جايينا هلا كميات حليب اطفال قد ما بدك وجايينا على فكره بطانيات وجايينا دفعه كثير كبيره من المواد الطبيه ابو رشاد حبيب بالنسبه لحليب الاطفال لانه انت بتعرف تخزينه ما فيكون يعني بدنا نخزن كميات معقوله ونوزع قد ما فينا
بدي منك شغله بقصه حليب الاطفال، تعمل لنا جرده لكل الاطفال اللي على الحدود، كمان بيجب اللي على الحدود ما قدر يفوتوا على المخيم بتركيا، لانه في مجموعه كمان من الاطفال بقلب المناطق، قديش مجموعه اطفال، لانه الاطفال في اهتمام دول كثير كبير فيها. ومن ناحيه نحن الرئيس الحريري موجه بالاهتمام بقصه البطانيات والقصص اللي خاصه بالبيوت وما البيوت، بنشجع وبناخد على عاتقنا اسقاط نظام وتطوير نظام، هذا الشيء مش مقبول ابدا. وانا بنبه جميع الشعب اللبناني ينتبه ويرفض هالامر الواقع، ويرفض هولي اللي عم بيبشروا بالحرب. نحن صدقنا انه بنرجع لحاله طبيعيه نحن والشعب السوري؟ بقى هالشيء مش مقبول، وبيتطلب اجراءات قضائيه ضد النواب يلي عم يساهموا بهالحرب هيدي، لان اللي عم يعملوه هو جنايه. يا كذابا لم ارى مثله كذاب في حياتي. لو صحت الاسطوره حول الكذب وطول الانوف لكنت في الرابي تصلي وانفك بالضاحي يطوف. يا شيخ الكذابين، اردت ان تصلبني واذكرك بقول المسيح بوصيته التي اخذها عن موسى لا تكذب، وبالوصية التاسعة لا تشهد شهادة الزور. يا مزور يا كذاب، طلعت تصلبني من الرابية وأنت تحمل صليبا مزيفا، صليبا مزيفا بقلبي يضاس ويدي نص الشمال وعقلية يوحنا الإسخريوطي. أنت من باع السيادة واليوم تبيع دماء الناس بخمس من الفضة بعدما بعت نفسك بأرخص الأثمان. بكفي عليك الآن، هيدا حجمك، وبعد اليوم لا حجم لك. أنا كنت، أنتم بتتذكروا وأنا بتذكر، بال 2004 أحلت إلى القضاء بموجب المادة 288 الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي، وهيدي جناية، يعني هي بتعاقب المادة وما يليها من مواد مرتبطين فيها، تحكم 15 سنة أشغال شقة. السبب كان أنه رحت على الولايات المتحدة طالب من الحكومة الأمريكية اللي هي الحكومة الضاغطة والقادرة بمجلس الأمن، طالب أنه ينفذوا القرار الدولي، قرار مجلس الأمن 520، لحتى بالخروج القوى الغريبة عن الأراضي اللبنانية. وأجروا التحقيق غيابياً وحولوني على القضاء بالمادة 288. ومنيح أنك اعترفت، عملت لك معجزة واعترفت بشهادتك بالكونغرس. قلت شهدت بالكونغرس، صار لك ناسية خمس سنين، شهدت بالكونغرس طبعاً. بالكونغرس شهدت لمحاسبة سوريا الشعب والنظام. اليوم انحزت، وكان الشعب بيتحاسب أكثر، اليوم انحزت للقاتل ضد الشعب. اليوم انت مع النظام مع الاسد ضد الشعب، انا برايي انت لا مع الشعب السوري ولا مع الاسد، انت مع الكرسي وتعبد الكرسي، واينما مالت ريح الكرسي تميل. هذا دورك وهذا حجمك، وانا اعتقد ان سعيك ولا الكرسي دفعك الى التهور، فاخطأت بقول المسيح وخلط بينه وبين بشار، لذلك أنت اليوم حليف مع من يقول لا إله إلا بشار، لأنك وضعت المسيح مكان بشار وقلت وخيل لك أنه الحق والطريق إلى الكرسي، بينما المسيح الحق والطريق إلى الحق. مش مشكلة. بعدين غير مواضيع صايرة فلتين بقى، خلينا يفلتوا مفرجها، مش مجبورين احنا كل ما نرد على واحد نقول له كذاب وانت حرامي وانت كذا، ما بدنا نستعملوا الخطب، هذا شغل القضاء وراح نعطيه الوثائق للقضاء. عم يتحدونا اليوم انه ما في عنا وثائق، يلا يلا يرفعوا السعر بصفي قيمة الوثيقة اغلى ان شاء الله، شي 3 4 نواب كمان يزيدوا علينا ويتحدونا. انت سمعت هيدي التسجيلات الخرقاء الغبيه
اللي 100,000 واحد دق وقال لي شو هيدا مش مبلشي ومش منتهي مدري كيف عاملين لك. اي واحد طبيعي رجل شارع دق لي قال لي هيدي التسجيلات. طب عم يطلب منك ليه؟ ما قلت له ايه؟ ليه ما قلت له ايمتى؟ ليه ما قلت له وين؟ ليه ما قلت له حابعت لك وانت عم تطلب؟ ليه ما بيقول لك كيف بدي سلمك وايمتى؟ قلنا لهم انا كنت وبدي اعتذر من كل اصدقائي، انا ما خبرت حدا، قلت لهم لقطنا وكنت ضلني على كلمتي لقطنا وهن يزيدوا. وهو قال انا صرت دق لاصحابي وقال لهم ايه، انا صرت دق وقال لهم دخيلكم خايفين بعد في شيء لا تحطوا اكثر وتغرقوا اكثر وتستهبلوا اكثر وتستغبوا الناس اكثر وتبينوا على غبائكم وتزويركم اكثر. يا عبقري انا اللي كنت عم دق للنيو تي في وعم دق لناس بالمستقبل وعم قلهم اسالوا جماعه الاخبار ودخيلكم شوفوا لي جميل لانه لقطني بالجرم المشهود واسالوا لي هلا اثنين ميشيل عون كيف لقطني كمان. كله كنت انا عم بعمله، كنت قاعد بالغرفه بس بغرفه الاوتيل مش بغرفه العمليات وعم بستلمكم لانه انتو خرج انه تنكشفوا، مش لانه بدي اتسلى، لان بدي اكشف عمليه اغتيال من الالف للياء كيف تتم عمليه اغتيال سياسي تحضر لاغتيال جسدي. احمد الحريري بيقول نحن ما بنحاور الا ما نسقط النظام بسوريا. النظام صار له هلا 2 سنة و8 شهور ما سقط، هلا ما بنعرف قديش بياخذ وقت عند احمد الحريري حتى يسقط النظام. وتبين انه رئيس التجمع تبعه مع احد النواب هن جزء فعلي من هالحركه الدوليه اللي عم تعمل الاحداث بسوريا. يمكن تكون عربيه خارجيه، كلتنا بنعرف المواقف السياسيه والماليه والتعزيز برجال من كل بلاد العالم للثورة القائمة بسوريا، هن جزء منها وقرارهم صار خارج البلاد. ولو واحد منهم هؤلاء اللي هون عم بعيطوا ما بنرفض ومنقبل ما لهم شيء، هن أبواء تردد أصوات معلمينهم. يا شعبا أصبح مسخرة الأمم، يا ممانعة هزؤت منها الشعوب، يا شرفاء تبرى منكم الشرف. أعتقد أنكم بعد اليوم، وأنا أسمع الآن من بيروت وسوريا ومن مجلس الدمى مجلس الشعب، أسمع صرير الأسنان وأرى الجباه النادية والرؤوس المطقطقة والهامات التي انحنت من شدة التزوير والعهر والكيد. وأقول لكم إن كيدكم بدد وجمعكم شتت وعقلكم هزيان وشطط. يا أشباه الرجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، كما قال علي بن أبي طالب، بأمثالكم من لا يمكن أن يوصف بالشرف، لأن الشرف بريء منكم، لأن الحقيقة بريئة منكم، لأنكم تزوير، وجودكم تزوير، ممانعتكم تزوير، حربكم تزوير، إعلامكم تزوير، وجودكم من أصله تزوير بتزوير بتزوير. ومن الآن إن بعض، وأنا لا أريد أن أجزم، إن كل النظام السوري بكل دماه وبعض قوة 8 أذار من الآن ستسمى قوى الثامن من تزوير وليس الثامن من أذار، وإعلام الثامن من تزوير ومحور المخادعة ولا ممانعة فيه. كل كذب حبله قصير.